فقلنا بنسجل استمارة إلكترونية، فقال بدك تسجل استمارة إلكترونية وترجع بعد يومين. فنحن تعذبنا، هاي صار مرتين ومنتعذب مرة الثالثة وما يمشي الحال مثلا. فهذا الشيء عبي أثر علينا، وفي صعوبات وفي إعاقة إلنا. ونحن بنقول يعني إنه جامعة بما إنها بداية فبصير فيها شوية أخطاء، فنحن بنصلح معكم وأنتوا لازم تساعدونا على تصليح الأخطاء. فيعني نحن طلاب ومبتدئين، ونحن يعني ما عندنا هالقدره مثلا لحتى نستوعب كل هالحكي. ممكن انه لازم تسهلوا امامنا. يعني هاي الاستماره الالكترونيه انا وجدت صعوبه تسجيلها على التليفون فما استطعت تسجيلها. كلفنا بإدارة مراكز الامتحانات، ومن هذه المراكز مركز كلية التربية، حيث يبدأ الطالب بالتسجيل في المركز عن طريق استمارة إلكترونية. وبعد أن يتم التسجيل بالاستمارة الإلكترونية بفترة يومين يقوم الطالب بمراجعة المركز الذي تم تسجيله في ضمن الاستمارة الإلكترونية، وبعدها يأتي إلى مركز المفاضلين ويتم استكمال باقي الأوراق.